السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد شعفوط من قناة لاسني، وموضوع الحلقة اليوم اللي هو الدرس الثاني من دورة بلوجر اللي هو يعني أرشفت مدونتك على محركات البحث. طبعا أول شي لازم نروح على الإعدادات ببلوجر بلوجر، من ثم تفضيل تفضيلات البحث، روبوت دوت تكست مخصص، طبعا هو كان موجود تم الإيقاف، نضغط على التعديل، بعدها نعم، بعدها راح أترك ملف بالديسكريبشن، يعني هو هذا الملف. طبعا لازم نستبدل رابط الموقع، طبعا إذا كنت شاري دومين حط دوت بلوج بوست دوت كوم، يعني رابط دوت بلوج بوست. نضغط على كنترول سي أو ناخذ رابط المدونة، نروح على ال وناخذ من دبليو من نضع هنا www دوت، ننسخ هذا دوت بلوج كنترول سي، نذهب إلى نستبدل ذا لاست نيو بعنوان المدونة، كنترول في في فراغ بين لا لا فش فراغ، هي www.last4run.blogpost.com. طبعا ننسخ كل من عند stamp. طبعا لازم تنسخ كل الملأ اي كل هدول اول قسم فوق الشحطة، ننسخهم عن طريق كنترول سي. طبعا هذا اي خطأ بتعمله هان بدي انه انت يعني محرك البحث ما راح يعني من ما راح يتأرشف محركات البحث. هان برضو علامات رؤوس مخصصة لبرنامج روبوت تعديل، نعم هذه بنحط أول وحدة ال والثاني أو الصفحة الرئيسية ال تظهر، وصفحة الرشيف والبحث ال تلقائي للمشاركات والصفحات ال وحفظ التغييرات. طبعا هاي صاروا مفعلات، نذهب ل أدوات مشرفي المواقع، أدوات مشرفي المواقع، ندخل على الموقع. طبعا اذا دخلك على الكلاسيكي اطلب التجريبي، نكتب كلمة المرور ونضغط على التالي. طبعا اجتني رسالة مشان الخيار اللي فعلته امبارح، تروح اجيب التليفون و واكتب الرسالة. طبعا هي كتبت كلمة السر، جاب لي تحسين الأداء على البحث، اضغط على البدء الآن. طبعا هيك يعني بجيب لك مرحبا بك في جوجل سيرش كونسل. طبعا هاي الطريقة الأولى أنا ما جربتها وبحكونها صعبة كثير، يعني إنه انت معاك يعني نطاق
كامل، يعني بإمكانك تغير يعني في دوت اشي بعدها دوت أبس اشي بعدها دوت كوم، بإمكانك يعني في عنوان ثابت بعدها دوت كوم، وفي قبل عنوان الثابت عنوان متغير وقبلها دبليو 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 دوت. نضغط على نروح نجيب رابط المدونة، كنترول ايه كنترول سي، نلصق رابط المدونة هان، متابعة، ايه طبعا يلي ما بتنفع معاه يعني انه اثبات الملكية، انه بدك بجيب لك طرق طرق اثبات الملكية، بتحط HTML، بتاخد ال طبعا لازم يكون القالب يحتوي على لغة HTML تبعك، تاخد رمز ال HTML بيكون رمز ميتا، هو تروح بتحطه تحت رمز تحت وسم الهيد، طبعا هاي انت بنحط على تام، انتقلنا لنا يعني صفحة انتظر، طبعا هاي الصفحة اللي بنقلنا عليها، نضغط على ملفات ستيم، طبعا هان هدول مش زي اول اشي، مش زي اول ملف سويناه، مش زي اول يعني عفوا مش ملف يعني اول كود سويناه، هدول لازم اذا برضو اذا اخطأت فيهم خطأ صغير يعني ما راح تتأرشف مدونتك او بيصير في اخطاء بالارشفة، طبعا اول اشي مثلا اول سطر هيو ننسخ اول سطر، نحط كنترول سي، نروح نلصقه هان، من ثم نضغط على ارسال، جوز يعني يجي اخطاء بس تم ارسال ملف بنجاح، اذا جاب لك انه في خطأ عادي ارسل الملف الثاني بيجيب لك تم الاجراء بنجاح عن الملف الاول، كنترول سي، روح برضه كنترول في، حسنا كنترول سي كنترول في ارسال. الرابع هسه رابع ملف كنترول سي كنترول في، حسنا كنترول سي كنترول في ارسال، طبعا بعد ما سويت هاي الخطوات مدونتك راح تتأرشف راح يعني تتأرشف على محركات البحث، يعني بعد من 2 لـ3 أيام بجوز يعني تقعد أكثر، يعني إذا كان وبصير كل بعد ما ضفنا هدول الأكواد أو يعني الأسطر انه كل ما ترفع موضوع راح يتأرشف لحاله، وأدوات مشرفي المواقع بإمكانك يعني يعني تسوي أي يعني تعرف أداء مدونتك كم ضغط على الإعلان زي هيك هاي الأشياء،
طبعا الإعلانات زي ما على حسب ظني، يعني حسب علمي، إنه شهرين، لأنه شهرين ويكون عندك أكثر من 20 موضوع على المدونة لتأهل لأدسنس. هاي وين الأرباح؟ طبعا يعني بجيب لك إنه تفعيل، ها طبعا يعني هيك بنكون أنهينا شرح اليوم، وانتظرونا في الحلقات القادمة. وكان معكم محمد شعفوط من قناة لاست نيو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.